ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول مبروك عليك أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد مبروك مبروك عليك ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول مبروك عليك أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد مبروك مبروك عليك المحرقيرة مجيدة بوابة أرض السعيدة هات الإجابة الأكيدة ونقول مبروك عليك محافظة المهرة درة شرق اليمن تعتبر واحة يستريح فيها الزائر ليستمتع بأريج الماضي ويتطلع إلى عبق المستقبل المشرق بثقة. الرؤوس البحرية فيها تتعانق وقمم الجبال، بيئة نظيفة بدون مكياج، حباها الله بجمال أخاذ وأتقن سبحانه وتعالى صنعه في تكوينها الجغرافي والبري والبحري. المهرة محافظة غنية بتاريخ موغل في القدم وموروث حضاري وثقافي فريد من نوعه يحكي مختلف المراحل والحقب التاريخية التي عاشها أبناء هذه المنطقة، وهناك عدد هائل من المواقع الأثرية والمناطق التاريخية التي ذكر أغلبها في كتب المؤرخين والباحثين اليمنيين وكذلك الرحالة المستشرقين، إضافة إلى مناطق السياحة الصحراوية في حات وشحن خاصة الأجزاء الجنوبية منها. أما مناطق السياحة البيئية فأهمها منطقة حوف الخضراء ومحميتها الطبيعية وغابتها الفريدة التي توصف بأنها مركز التنوع الحيوي والواحة الضبابية في الجزيرة العربية. وتشتهر سواحل المهرة بالرؤوس البحرية المتعانقة وامتداد طولي لبعض الجبال إلى وسط البحر في منظر طبيعي أبدعه الخالق. ومن أشهر تلك الرؤوس البحرية رأس فرتك، رأس نشطون، رأس الفنطاس. وتشتهر محافظة المهرة بأشجار اللبان وصناعة البخور ونشاط تجاري متميز لكونها الشريان الرئيسي لتجارة اليمن مع بعض دول الخليج العربي، ويشكل ميناء نشطون حركة تجارية في صيد وتصدير الأسماك. وتسكن أبناء المهرة الروح الطيبة ولا يزال فيهم نبض للماضي بكل ما فيه من عادات حسنة، ويجد الزائر الحيرة وتمتلكه الغرابة حينما يلتقي لأول مرة بأبناء المهرة، حيث يسمع أول عباراتهم الشهيرة خبور خبور خير. أيها هاي خبركم السلام عليكم خبور هاي أم هاي كيف حال حال الله أتم هاي الحمد لله يا هاي سهل. قد تهجز عن التفسير لمعنى الكلمة، لكنهم سرعان ما يخبرونك أن المهريين حينما يلتقون ببعضهم أو مع زائرهم تكون أول كلماتهم هي تلك. وعندما نبحث عن معنى الكلمة نجدها تعني كيف الحال أو إيش أخبارك وعلومك أو أهلا وسهلا. وحظيت الإبل المهرية باهتمام الشعراء الذين عبروا عن صفاتها خلال قصائدهم واشتقوا منها الصور البلاغية الجميلة،
وحول قوة الإبل المهرية وصفاتها، تزعم العرب أن فحولاً من الإبل المتوحشة أو الحوشية إبل الجن ضربت في إبل لمهرة بن حيدان فنتجت النجائب المهرية التي لا يكاد يدركها التعب، وهي تسبق الخيل، وقد زاد بعضهم في صفاتها فقال لا يعادل بها شيء في سرعة جريها وعدوها من كرام الإبل. والفنون الشعبية عنصر أساس تقوم بممارسته جميع الشرائح القبلية، وتختلف هذه الألعاب من حيث الطريقة في الاستعراض. ومن الرقصات الشعبية المعروفة في المهر الكبارة، وهي اللعبة الأكثر شعبية في منطقة سيحوت، توارثها أهل المنطقة وتقام في عيد الأضحى، وتشمل رقصات شعبية جميلة وقصائد، وكلما اقترب العيد يزداد الحديث عنها، وهي تراث أصيل وعادات وتقاليد فلكلورية قديمة توارثها الأبناء عن الأجداد. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الرمضاني، برنامج مبروك عليك. أعزائي المشاهدين، أنا أقف الآن في هذا المكان القاف كما تلاحظون حولي، بحثا أنا وطاقم البرنامج الذي تقشم هذه المسافة للوصول إلى هذه المنطقة القافة، بحثا عن المياه الكبريتية في منطقة الضبوط. طبعا هذه المنطقة هي منطقة السياحة طبعا العلاجية، أو طبعا فيها العديد من المياه الكبريتية الموجودة خلف هذا المكان يعني الذي نقف فيه الآن. هناك العديد من مساحات المياه الكبريتية، ولكن لا نستطيع الوصول إلى ذلك المكان لوجود العديد من العائلات خلف ذلك المكان، وبالتالي صعوبة التصوير في تلك الأماكن. وهذه الأماكن تستخدم للعلاج لبعض الأمراض، بعض الأمراض الجلدية، وبالتالي نحن الآن في منطقة للسياحة العلاجية، وهي منطقة الضبوط، والتي تشتهر بمياهها الكبريتية التي تستخدم لعلاج بعض الأمراض الجلدية. أعزائي المشاهدين الكرام، في مستهل هذه الحلقة ومن هذا المكان وتحت هذه الحرارة في هذا المكان، لكم مني أجمل تحية، متمنيا لكم قضاء أوقات ممتعة في فقرات هذا البرنامج. هدانا دانا ويلي من عجبش ويلي ودانا دان هدانا دانا من عجبش احت ويلا ودان هدانا دانا عجبش بار ذبت ودانا دان هدانا دانا من عجبش احت ليلا ودان. أين تقع المنطقة التي فيها مياه كبريتية؟ طبعا هي واجهة للسياحة العلاجية، فيها مياه كبريتية للعلاج لأمراض الأمراض الجلدية. أين تقع في محافظة المهرة؟ منطقة في شبوه في المهرة، في المهرة كيف؟ في المهرة في مديرية في حوف. فين؟ حوف. أعطانا إجابة أخيرة يعني. شرقية. شرقية. لا أعطينا، أعطينا المنطقة، اسم المنطقة. حوف. في مديرية حوف. أيوة الشرقية. حوف حوف. توافق بالإجابة. توافقني بالإجابة. لا أنا ما أعرف، أنا ما مهري مهري. الحوف كيف ما توافقش بالإجابة؟ أنا أقول في الشرقية. تقول؟ أنا في. جائزة بتقسموها. في محافظة المهرة. في محافظة المهرة في أي منطقة؟ في منطقة نشطون. نشطون. وأنت؟ في حوف الشرقية. حوف. وأنت تقول في نشطون. في نشطون. آخر كلام. آخر كلام. طيب أعزائي المشاهدين الكرام، في هذا المكان الجميل حصلنا على إجابتين مختلفتين، بنشوف إيش الإجابة الصح، ولكن حصلنا عليها الإجابتين من الأخ. عبد الله الخضر أبو مروان. والثاني محسن محمد بالحاف. محسن محمد بالحاف. بالحاف نعم. أنت تقول حوف الشرقية. وأنت تقول نشطون. وكلا الإجابتين خاطئة. طيب كلا الإجابتين خاطئة. تبقى لكم سؤالين. سؤالين أنتم حظكم،
شاء الله تكون الجائزة نصيبكم إن شاء الله. نقول عليكم مبروك، نقول لكم مبروك عليكم. طيب لأنه البرنامج أصلا اسمه مبروك عليك. طيب السؤال يقول: ما هي البحيرة الأكثر انخفاضا عن مستوى سطح البحر في العالم؟ طبرية. في مصر هي. أعطنا الإجابة. الله ما أدري البحيرة هذه. بحيرة قطر. لا. في الجزيرة العربية ولا خارج عن؟ أخفض بحيرة على مستوى سطح البحر. إثيوبيا. لا. البحرين. أعطونا إجابة أخيرة. إجابة أخيرة، نحن بدو ما نعرف شيء. لا لا يعني ولو يعني هي معلومات. طيب ما معنى، خليكم معي حتى تجاوبوا معي، باقي لكم سؤال واحد فقط. ما معنى بالعربية كلمة إنصاع؟ إنصاع. إنصاع يعني نفذ أو وجب. لا. ها؟ إنصاع. قطع. لا إنصاع. إنصاع معناته المكيال. المكيال. لا. إنصاع. هذاك صاع. صاع. حجار. إنصاع. حجار. إنصاع شوية قلنا من المكان. لا. ها؟ لا. يا بعيدة. الإنصاع. صاع. إنصاع. التزم يعني. طيب أنا كنت أتمنى أن تفوزوا معي وتربحوا معي جائزة في هذا المكان، ولكن أنا سألتكم ثلاثة أسئلة لم أحصل على إجابة واحدة يعني، وحظ أوفر لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين. كيف الحال؟ طيبين. يا حي وسهلا. أسألكم ثلاثة أسئلة، إذا جاوبتم معنا تربحوا معنا جائزة. جاوبتم معنا على سؤالين فقط، سؤالين تربحوا معنا جائزة، وإذا جاوبتم على سؤالين لا، الجائزة ما لها. ماشي. جائزة تسقط. ثلاثة نفس ولد. طيب إن شاء الله موافقين؟ إن شاء الله. طيب بسم الله. السؤال يقول: منطقة للسياحة العلاجية يتم فيها العلاج بالمياه الكبريتية، منطقة من مناطق محافظة المهرة، هي تمثل وجهة للسياحة العلاجية يتم فيها العلاج بالمياه الكبريتية لأمراض الجلد. ما اسم هذه المنطقة؟ هذه المنطقة يوجد فيها حصن مشهور اسمه حصن يشغوغ. المهرة. ايوه. ايش؟ شبوه ايش؟ في المهرة اقول لك. هاي هم سلمي. مديرية ضبوط. ضبوط. ضبوط ما هي مديرية. منطقة ضبوط. منطقة ضبوط. أي ضبوط. تابع الغيظة. تابع الغيظة. ضبوط متأكدين. متأكدين آخر قرار. آخر كلام. آخر كلام. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة منطقة ضبوط. صح. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: ما معنى كلمة إنصاع؟ إنصاع ذهب. هاتلنا ال. ما معنى كلمة إنصاع؟ لا ما في إنصاع. ما لا ما في إنصاع. خليك معي. ذهب ولم يعد. ذهب ولم يعد. خلنا معك. ذهب ولم يعد. ذهب ولم يعد. تأكدين من الإجابة؟ على الله. على الله. تأكدين؟ تأكيد ماشي، إحنا على الله. تمام. كل شيء على الله سبحانه وتعالى. الإجابة خاطئة. أعوذ بالله من الشيطان. باقي لكم سؤال إن شاء الله تكون إجابتكم. إن شاء الله تكون إجابتكم لهذا السؤال صحيحة. السؤال يقول: أطول خليفة من الخلفاء الراشدين حكم في فترة طويلة هو عثمان بن عفان. عثمان بن عفان من الخلفاء الراشدين كم بلغت فترة حكمه؟ أعطنا خيارات. أعطي خيارات. 23 سنة، 12 سنة، 17 سنة. 23 سنة. 23. تأكدين من الإجابة؟ 17.
تأكدين من الإجابة؟ إن شاء الله. 17 آخر قراءة. تأكدين؟ على الله. آخر كلام. ها؟ آخر كلام آخر كلام. على الله. 17 للأسف الشديد إجابة خاطئة. أنا كنت أتمنى أن تفوزوا معنا وتربحوا معنا، لكن هذا السؤال الثالث وإجابة سؤال كانت خاطئة. حظ موفق لكم. أي منطقة من مناطق محافظة المهرة توجد المياه الكبريتية التي يعالج منها بعض الأمراض المصابين بالأمراض الجلدية؟ منطقة فيها مياه كبريتية في محافظة المهرة، ما اسم هذه المنطقة؟ تقريبا منطقة الضبوط. منطقة الضبوط، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة وموفقة. منطقة الضبوط، نعم منطقة الضبوط صحيح. فين، كيف عرفت؟ لأنها معروفة في منطقة المهرة. والله العظيم. من أين أنت؟ أنا من الغيضة. من الغيضة؟ أيوة. وأنت تعرف هذه المنطقة؟ نعم. هي فين؟ في اتجاه ضبوط، من اتجاه كذا. أيوة يعني قريبة، هي تابعة للغيضة. تابعة للغيضة. إجابة صحيحة وموفقة أعزائي المشاهدين الكرام، حصلنا عليها من هذا الأخ الكريم. اسم الأخ؟ محمد البرك. محمد؟ محمد البرك. محمد البرك، إجابة موفقة وسليمة. نعم، كانت الإجابة توجد المياه الكبريتية في منطقة ضبوط. ضبوط، إجابة سليمة وموفقة. و طيب، أريد أن أسألك سؤال. هذا السؤال فيه خيارات وإن شاء الله تكون موفق. إن شاء الله. هذا السؤال هو يحدد فوزك إن شاء الله وربحك الجائزة. مستعد؟ مستعد إن شاء الله. يعني معلوماتك كيف؟ نص نص. تمام، بس عجبتنا في إجابة السؤال الأول. السؤال يقول: ما اسم الصحابي الذي أكل من الشاه المسمومة التي سممتها اليهودية زينب بنت الحارث للرسول صلى الله عليه وسلم، أكل منها فمات، ما اسم هذا الصحابي؟ هل كان اسمه بشر بن البراء، أم كان اسمه طلحة بن عبيد الله؟ مات في نفس اللحظة، أكل منها فمات. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما أراد أن يأكل من الشاه ومضغ اللقمة، أخبرته اللقمة أنها مسمومة، فأتوا الصحابة بالمرأة اليهودية التي وضعت السم في الشاه، فأمر الرسول عفى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما مات هذا الصحابي أمر الرسول بالقصاص منها. ما اسم هذا الصحابي؟ بشر بن البراء أم طلحة بن عبيد الله؟ تقريبا والله اعلم طلحه. متاكد من اجابتك؟ والله ما انا متاكد يعني، بس ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بس متاكد من الاجابه؟ اقول لك انا مش متاكد كثير. شوف، بالنسبه للسؤال الثاني اجابه خاطئه، اجابه خاطئه. باقي لك سؤال، باقي لك سؤال حتى تربح معنا الجائزه. خليك مركز معي، خليك مركز معي ان شاء الله. سؤال يكون سهل وطيب، بس أنت يحتاج إلى تركيز. نقار الخشب من الطيور التي تنقر الخشب لتضع فيها إيش؟ تضع فيها البيض، تحمي بيضها فين؟ تحمي بيضها في الحفر. يعني نقار الخشب هو من الطيور السريعة النقر التي تنقر الخشب بسرعة، فتصنع فيها حفرة تضع في هذه الحفر، أو فجوات، فجوات في الشجرة تضع فيها البيض لتحميها. كم تبلغ سرعة هذا الطير أو هذا الطائر في الثانية؟ بعطيك خيارات، في الثانية كم تبلغ؟ بعدين أنت قل لي كم بالدقيقة. هل تبلغ 10 مرات في الثانية الواحدة، أم 8 مرات في الثانية الواحدة، أم 5 مرات في الثانية الواحدة؟ ماشي مساعدة. مساعدة، أعطيك خيارات. صعب. 10 مرات ولا 8 مرات ولا 5 مرات؟ 8 مرات. 8 مرات؟ ايوه. الثانية الواحدة تبلغ سرعة ايش؟ نقار الخشب. ايوه. طيب 8 اضربها في 60، كم بطلع؟ كم؟ 8 مرات في 60. في 60. لحظة قليل. 480. 400؟ 80. ايوه 480 نقرة. في الثانية. في الثانية. في الثانية، والإجابة هي 8 مرات. 8 مرات في الثانية. طبعا الثمان مرات هذه ما جاوبتها بالآلة، جاوبتها أنت. ايوه جاوبتها، لكن اللي في الآلة اللي هي 480. 480. أعزائي المشاهدين الكرام، من هذا المكان الجميل وهذا المكان الرائع
هذا ايش اسم المكان؟ هذا المكان شارع الذهب. شارع الذهب فين؟ في سوق الغيضة. سوق الغيضة. حصلنا على إجابة من الأخ الجميل محمد باسكير أو محمد البرك. محمد البرك. إجابة على السؤال الأول. إيش كان السؤال الأول يقول؟ السؤال الأول الإجابة حقه أين تكون المياه الكبريتية التي تعالج فيها في الغيضة؟ طبعا في ضبوط معروفة. ضبوط معروف. جميل. وإجابة على السؤال الآخر الذي أجبت عليه شو؟ ثمان مرات طبعا. إيش ثمان مرات؟ نقال الخشب الذي ينقل الخشب. في كم؟ كم ثمان مرات؟ في كم؟ في دقيقة. في الثانية. في الثانية. اللي حسبته إيش هذا؟ بالدقيقة ولا بالثانية؟ في الثانية. اللي حسبته؟ في الدقيقة. بالدقيقة والإجابة؟ في الثانية. ثمان مرات؟ في الثانية. وإجابة صحيحة وموفقة. ولذلك نقول لك مبروك عليك. جائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة هذه الجائزة من محافظة المهرة من محافظ المحافظة. مبروك عليك الجائزة. تستاهل. في أي منطقة توجد طبعا في محافظة المهرة توجد المياه الكبريتية التي تستخدم للعلاج لبعض الأمراض الجلدية؟ منطقة طبعا موجودة في محافظة المهرة في إحدى مديريات هذه المحافظة تستخدم مياهها لعلاج الأمراض الجلدية بسبب أنها بعض تحتوي على بعض المياه الكبريتية. ما هي هذه المنطقة؟ حوف. لا مش حوف. حصوين. لا ولا حصوين. قشن. لا ولا قشن. هي مش مديرية، هي منطقة في مديرية. مش عارف. فيها أماكن جميلة. قلنا حوف. لا. لا. ما. حاول. ما أعرف إيش معنى هذا المناطق. مش عارف. فيها حصن مشهور اسمه حصن يشغوغ. مش عارف. طيب مش مشكلة. ما هي خمسة أمور أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تعطى لنبي قبله؟ أو خمسة أمور أعطيت للرسول صلى الله عليه وسلم ولم تعطى لنبي قبله. مش عارف. حاول. مش عارف. حاول. طيب السؤال الأخير وخلي بالك يعني مركز معي. أيهما أفضل أن تقول اشتريت سجادة أم اشتريت سجادة؟ اشتريت سجادة. سجادة بالفتح؟ سجادة. ولا سجادة بالكسر؟ سجادة بالكسر. بالكسر. سجادة اشتريته سجادة. سجادة. متأكد من إجابتك؟ إن شاء الله. اسمك الكريم؟ حلمي عبد القادر. حلمي عبد القادر. اشتريته سجادة بالكسر. للأسف إجابة خاطئة. طيب تمام شكرا. الله. 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 بارك الله. والله ما أقول لك إلا خير ما عرفته. أعطنا اسم. اقول لك ايش منطقه ما عرفت المنطقه اصلا عشان اقول لك. طيب جميل خلاص معك سؤالين ان شاء الله يكون الجائزه من نصيبك في السؤالين الاخرين. سؤال يقول ما اسم الحيوان الذي اذا شرب الماء يموت؟ كله منك. ما عرفت ما عندي اسئله ما اعرف والله ما عرفت. طيب هذا السؤال ثاني. لا 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 بعطيك سؤال آخر وعندك خيارات. بعطيك سؤال وعندك خيارات. خليك معي أنت. أنا متفائل إنك تجاوب إن شاء الله إذا عرفت الحل. نعم. طيب خلينا أسألك سؤال بسيط يعني. أيهما أصح أن تقول عينان سوداوان أو عينان سوداوتان؟ سوداوتان الأخير اللي أنت قلته. عينان سوداوتان الأصح أنك تقول عينان سوداوتان وعينان زرقاوتان هكذا. لا والخطأ أن تقول عينان سوداوان أو عينان زرقاوان صح ولا لا؟ تعال جاوب تعال. لا لا أنت أعطنا أنا معك. عينان سوداوتان. خلوا هو يكمل لك. ضبوط ضبوط. بتقاسم الجائزة مع ال إن شاء الله. طيب ضبوط. ويلا وهي ضبوط. موافق على الكلمة. منطقة ضبوط. يلا. فين ضبوط هذه؟ ضبوط يجي قريب تابع الغيظة قريب الغيظة أو قريب الفايدة. فيها حصن مشهور عارفين بالحصن هذا؟ اسم الحصن يشغل. يشغل.
أوه والإجابة صحيحة. إذا السؤال الأول إجابتكم كانت صحيحة عليه. المنطقة التي تمثل العلاج السياحة العلاجية ويعالج فيها بالمياه الكبريتية في محافظة المهرة هي منطقة ضبوط. منطقة ضبوط إجابة صحيحة وسليمة إن شاء الله سليمة. سؤال الثاني. السؤال الثاني يقول ركزوا معي حتى تربحوا. ركز معي خليك معي. فين أنت؟ لا تروح هناك. خليك معي هنا. خليك معي مع الحاجة عشان تقسم الجائزة. السؤال الثاني يقول ما معنى كلمة إنصاع؟ إنصاع ما معنى كلمة إنصاع؟ هل معناها أطاع ولا ذهب مسرعا ولا أتى من بعيد؟ عصا. إنصاع معنى كلمة إنصاع إيش معنى؟ عصا يعني رفض. لا حاشا. كلمة؟ لا. كلمة إيش؟ أطاع أطاع. إنصاع. إنصاع. أطاع. جاء جاء. أطاع أو ذهب مسرعا أو أتى من بعيد؟ ذهب مسرعا. ذهب مسرعا. ذهب مسرعا. انصاع ذهب مسرعا. وإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. حصلنا أعزائي المشاهدين على إجابة صحيحة من هذا المكان. إجابتان. إجابة السؤال الأول الذي يقول منطقة من مناطق محافظة المهرة تابعة لمديرية الغيضة تشتهر بالسياحة العلاجية ويشتهر فيها العلاج بالمياه الكبريتية. وهذه المنطقة هي منطقة ضبوط. وأيضا كذلك بالنسبة للسؤال الثاني والذي يقول ما معنى كلمة إنصاع؟ هذه كلمة عربية كان العرب يطلقوها قديما على من يذهب ذهب مسرعا. على من يذهب مسرعا؟ على من ذهب على مسرعا. مسرعا. وإجابة صحيحة. طيب خلينا أسألكم السؤال الثالث. أنتم فايزين معي. الجائزة مضمونة. لا مضمونة هي. الجائزة مضمونة. ولكن دعونا أسألكم السؤال الثالث والأخير. السؤال الثالث والأخير يقول ركزوا معي ما هي الدولة التي من الدول العربية التي وهي دولة في القرن الإفريقي تشتهر هذه الدولة بتصديرها للموز والبخور واللبان. الموز واللبان. دولة من الدول العربية في القرن الإفريقي في إفريقيا تشتهر بتصدير الموز ومواد التحنيط. كان زمان الفراعنة يأخذوا منها مواد التحنيط. الصومال. الصومال. الإجابة صحيحة. الصومال. نعم الصومال صحيح. إجابتك صحيحة الصومال. إذن أعزائي المشاهدين الكرام حصلنا في هذا المكان الجميل. هذا المكان إيش اسمه؟ اسمه فوجات. فوجات في تابع المديرية شحن. شحن. حصلنا على إجابتين. الإجابة الأولى ما هي اسم المنطقة التي تشتهر بالسياحة العلاجية ويكثر فيها العلاج بالمياه الكبريتية وكانت الإجابة ضبوط. والإجابة الثانية ما معنى كلمة إنصاع؟ كلمة إنصاع معناته إيش؟ ذهب مسرعا. ذهب مسرعا. والإجابة صحيحة. ولذلك نقول لكم مبروك عليكم. مبروك عليكم الجائزة. جائزة قدرها 10,000 ريال مقدمة من محافظة المهرة من محافظة المحافظة. مبروك عليكم الجائزة. يلا يلا نشارك ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد. مبروك مبروك عليك. ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك ونقول مبروك عليك. أثار بعد الأماجد قلاع حصون ومساجد نسألكم نسرد مشاهد. مبروك مبروك عليك. ومن المهرة لعدن معكم أعزائي وحلقة جديدة من برنامجنا الرمضاني مبروك عليك. واليوم طبعا منطقتنا المشهورة بالمياه الكبريتية وسؤالنا الأهم في الحلقة عن هذه المنطقة نشوف إذا كان في فائزين معنا اليوم من العاصمة المؤقتة عدن. خلونا نشوف أجواء هذه الحلقة كيف بتكون. معي مجموعة هنا من الشباب واقفين أستغل وجودهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. عرفني عن اسمك. محمد العباسي.
عمار. محمد. عمر. أهلا وسهلا فيكم برنامجنا الرمضاني عبر قناة عدن الفضائية. طبعا برنامجنا يسلط الضوء على محافظة المهرة. معي ثلاثة أسئلة، لو جاوبتم على سؤالين تفوزوا بجائزة مالية مقدمة هدية من محافظة المهرة. تمام؟ بنحاول رغم أن محافظة المهرة ما نعرف عنها الكثير. المهرة فين؟ المهرة بحدود حضرموت، يعني حدود عمان. في اليمن. في اليمن أعرف. محافظة يمنية. لكن بس المعالم يعني من المحافظات الذي أقل معرفة، بيكون يعني أصحاب عدن يعني بشكل عام في الجمهورية اليمنية. صحيح. هي من المحافظات اليمنية إلا الجميلة. بس يمكن تحتاج لتسليط الضوء عليها أكبر بشكل أكبر عبر وسائل الإعلام، عشان كده نحن حبينا في برنامجنا مبروك عليك إنه تكون يعني بادرة طيبة إنه نسلط الضوء على هذه المحافظة الجميلة، وكمان محافظة المهرة كان تفاعلها جميل معانا، فالجوائز مقدمة من محافظة المهرة. فأسألكم الثلاثة أسئلة تساعدوا مع بعض وإن شاء الله تكون الجائزة من نصيبكم. السؤال الأول يقول: في أي منطقة في محافظة المهرة توجد المياه الكبريتية التي طبعا تستخدم لعلاج الأمراض الجلدية؟ منطقة مشهورة في يعني بيكون حمام أكيد. في أي منطقة في محافظة المهرة تمام توجد؟ في الغيضة. المنطقة منطقة مشهورة، ليش مشهورة؟ لوجود المياه الكبريتية فيها اللي تستخدم في علاج الأمراض الجلدية. طيب ما فيش خيارات؟ ما فيش خيارات، هي ثلاثة أسئلة. بس. طيب الغيضة. لا ما في الغيضة. منطقة في الغيضة. محتاج أعرف اسم المنطقة. احنا نعرف مثلا المياه الكبريتية الموجودة في القبيطة في الحويمي، نعرف في دمت اللي في الضالع. نعرف برضو هو حمام كرش اللي في الحويمين، واكثر اكثر من حمامات، لكن حق المهره لاول مره اسمع ان حتى في حمامات. معلومات حلوه انا منك محمد، معلومات حلوه. طب ايش رايكم اسالكم السؤال الثاني، يمكن يكون اسهل وتقدر تجاوبوا عليه. السؤال الثاني يقول: ايهما افضل ان تقول شريت سجاده بفتح السين ام سجاده؟ اجين شريت، ايهما افضل؟ اشتريت. تمام. سجاده بفتح السين او سجاده بكسر السين؟ سجاده. سجاده. يعني سجاده بفتح السين. لا 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 بفتح السين. سجاده فتح السين بكسر السين. سجاده بكسر السين. آه. طب هي بفتح السين فعلا. طيب بسألك اذا السؤال الثالث، لو جاوبت عليه تفوز معي بالجائزة. السؤال يقول: ما معنى كلمة انصاع في اللغة العربية؟ انصاع يعني انصاع. انصاع يعني انا بقول لك انصاع يعني اقنص. لا 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 انصاع. انصاع يعني رضا بالامر الواقع وهكذا. رضا واعترف. رضا اعترف. لا اصاب شيء يعني او اتبع. معناها مختلف. هو المعنى المعروف لكلمة إنصاع في معنى دائما نحن نستخدمه، بس المعنى في اللغة العربية مختلف. ذل يعني أو كذا. إنصاع يعني المعنى غير، يعني إنصاع لشيء، اتبع شيء، وافق على شيء. هو ذا المعروف هذا يعني. أنت جبت لنا حاجة. لا ما نعرف شو في جملة. طيب لا لا في جملة يعني. حاولوا. إنصاع. مرت عليكم المعلومة من قبل. إنصاع اللغة العربية. إنصاع صاع. طيب انصاع بمعنى اطاع بس. لا طيب اللي هي الان في القران الكريم لما يقول لك صاع بعير ما ليش دخل هذه؟ لا صاع ذاك ثاني حق ثاني. الصاع انصاع. انصاع ما في شرطه. انصاع. بنحاول. شكرا لكم. رمضان كريم، كل عام وانتم بألف خير. شكرا لكم. السؤال الأول يقول: في أي منطقة توجد المياه الكبريتية التي تستخدم في علاج الأمراض الجلدية في محافظة المهرة؟ المهرة دمت. لا مدريش. لا المهرة مش عارفة. طيب بعطيك السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول: أيهما أصح أن نقول شريت أو اشتريت سجادة بفتح السين أم سجادة بكسر السين؟ بكسر السين؟ متأكدة؟ لا. لا أعطيني الجواب اللي متأكدة منه. الأولى.
اللي هي من غير الكسرة. اللي هي يعني بفتح السين. أيوة. سجادة. أيوة. فعلا الإجابة صحيحة. بقي سؤال معنا يعني جواب خطأ وجواب صح. بقي سؤال لو جاوبتي عليه بشكل صحيح بتفوزي معي. السؤال يقول ما معنى كلمة إنصاع؟ إنك تتبع ال الأوامر. أندريش انصاع. انصاع دائما يعني نقول عليها اطاع لكن لها معنى اخر. انصاع ان لا محاولة. اخر محاولة انصاع انك تتبع لا مش عارفة. لا. طيب شكرا لك. رمضان كريم. كل عام وانتي بألف خير. شكرا. شكرا لك. برنامجنا رمضاني اسمه مبروك عليك نسلط فيها الضوء على أهم المعالم الأثرية والتاريخية في محافظة المهرة، ودائما سؤالنا الأول والأهم يكون عن المحافظة. لو جاوبت على سؤالين من أصل ثلاثة أسئلة تفوز معي بجائزة مالية. تشارك معي؟ إن شاء الله. طيب السؤال الأول يقول في أي منطقة في محافظة المهرة توجد المياه الكبريتية التي تستخدم لعلاج الأمراض الجلدية؟ سمعت عن هذه المعلومة من قبل، وعلى فكرة يعني هذه المنطقة مشهورة بسبب وجود المياه الكبريتية فيها، ويعني تستخدم لعلاج الأمراض الجلدية. سمعت من قبل عن هذه المنطقة، يمكن تكون قرأت يمكن تكون زرته. تقريبا قرأت عن المهرة كثير. أعطني أي محاولة يمكن تكون صحيحة. قرأت عن... أحيانا يعطوني إجابات وبالفعل تكون الإجابة صحيحة. قرأت عن حوف بس ما اعتقدش فيها يعني اماكن. مديرية من مديريات المهرة. بس المنطقة دي فين؟ تقريبا ضبط او ضبوط. ضبط او ضبوط. لا يا ضبط يا ضبوط لانه ده معنى وده معنى. ضبوط ممكن تكون ضبوط. ضبوط؟ اه. قرأت المعلومة دي من قبل؟ ايوه عبر النت، يعني نحن ناس نطلع عبر النت بس. تحب تقرأ عن المعالم الأثرية والتاريخية في بلادنا؟ ايوه. تحب تقرأ؟ ايوه عن سد مارب نقرأ، عن صنعاء القديمة. لأن الإجابة هي صحيحة، منطقة ضبط. كده يكون معنا جواب صح. باقي لنا سؤالين، لو جاوبت عليه بشكل صحيح على الأقل على سؤال واحد تفوز معي بالجائزة. السؤال يقول أيهما أصح أن نقول اشتريت أو شريت سجادة أم سجادة؟ سجادة أم سجادة؟ بصراحة ما أعرف. السؤال أسهل من السؤال اللي قبله. ممكن تكون سجادة. لا انت قلت لي سجادة، يعني جبت لي جواب اصلا مش موجود معي. ما افتهم لي الصراحة السؤال. السؤال طيب اسألك السؤال الثالث والاخير، حاول تركز معي يا حسام عشان تفوز بالجائزة. تمام. السؤال يقول ما معنى كلمة انصاع في اللغة العربية؟ وعشان اساعدك مش معناها اطاع. تقريبا نوع من الاستعجال او السرعة. هذه إجابة مختلفة عن الإجابات السابقة. نوع من الاستعجال أو السرعة، يعني قصدك إنه كلمة إنصاع معناته إنه مش أطاع، إنما إنه الشخص ممكن يكون مستعجل أو مسرع. أيوه. متأكد من هذه الإجابة؟ أيوه. مرت عليك هذه كمان المعلومة؟ أيوه دائما نحن نقرأ عبر النت إنه إنصاع يعني حاجة من السرعة أو العجلة. لأنه اللغة العربية يعني بحر تعتبر. كل كلمة لها أكثر من أكثر من معنى فعلا. أعطيني اسمك مرة ثانية. حسام رياض. وفعلا مبروك عليك يا حسام. فزت معنا بجائزة مالية قدرها 10,000 ريال مقدمة هدية من محافظة المهرة. شكرا لك. إذن هكذا أعزائي بهذه الإجابة الصحيحة نكون وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من الجميلة عدن. موعدنا يوم غد إن شاء الله مع معلم ومنطقة تاريخية وأثرية مشهورة في محافظة المهرة ومن المهرة لعدن. منكون معاكم، خليكم معنا يوم غد إن شاء الله. إلى اللقاء. يلا يلا نشارك نلمي فينا المدارك
للفايز الله يبارك والكل مبروك عليه. أثار بعد الأماجد قلع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليه. ننمي فينا المدارك للفايز الله يبارك والكل مبروك عليه. أثار بعد الأماجد قلع حصون ومساجد، نسألكم نسرد مشاهد، مبروك مبروك عليه. المحرقيرة مجيدة بوابة أرض السعيدة، هات الإجابة الأكيدة ونقول مبروك عليه.